سي احمد اشنو زعمان ما عرفتش انا نتالي لعبت ضد الضوق هيلا ولاد فرنسا واحد لا سي شرف قلت لك واحد الماتش وصلتي عليه والله العظيم الى وعشاقه انا باقي صغير هذا الماتش تيعقلوا عليه الناس واحد لا فورماسيون كبيره ديالنا حنا في عبد الخالق والزكي واحد عدد كبير من الدراري ودرباله وكل شيء هما باقي ديك الساعه فراس وعسيله الله الله والحدادي والفاطمي واحد التشكيله ما نقولش كرات الله يرحمه في البوطو تيرا الباشير عامر باء يعني ديك واحد كتبان لك كيفاش المنصه مع عامره والناس هو بعد السي احمد الله يطول لي عمره كيفاش كيلمس عنده دوك اللمسات ديال الكره سبحان الله العظيم دوك الضريبات ديال الكره ما انا ما تحشتش ما تفرجناش لا والله اللي حصل لي شرف انا جيت في الاخر لعبت شي ماتشات مع بعض اللاعبين اللي ما بقيتش بحال دابا داك جيت في الاخر ديال الجزائر والتازي وداك الشيء باش كانوا يلعبوا معنا في بيرجيكو كانوا ربحونا بواحد الزيرو لعبت معاهم في فاس عاد مشاو وانا باقي صغير كندخل ولكن كتبقى تشوف هذوك لي جوار قدامك بديك يعني البنيه اللي عطاهم الله انا ملي كتشوف السي احمد بديك البنيه ديالو الجسديه احمد فارس ملي كتسمع هذا الجيل هذا دابا اللي الجيل اللي كيتبع الكره ملي كتقول لي احمد فارس اول كره ذهبيه في افريقيا في واحد الوقت في ذاك الوقت الله ما عندي ما نسى هذه اللي زوينه قلتيها في ذاك الوقت اللي ما كاينش اعلام صحيح وما كاين والو ولكن هو كثر يبرز بالخروج ديالو مع المنتخب المغربي كان دائما يعني احسن لاعب في المنتخب كان كيسجل وهادشي كله منير غادي نحيدو نحطو كورتو ما يهضر على لا فخر الدين لا حتى شي واحد انا عندي دابا الان كتاب ديالو في الدار ديال السي عزيز البوداني دابا نجيبو لك تشوفو عندي عندي كتاب ديالو انا الكتاب وهادشي كله نخليه انا هضره عليه ملي كنتلاقى معاه شخصيا دابا وداكشي تبارك الله الا شتي منير ما اش نقول لك ما عرفت التواضع وماشي التواضع التواضع راه كاين قمه التواضع السي احمد الا جلس معاك تقدر انت تفضل تهضر والناس كتهضر على الكره وهو ساكت والله العظيم وقعت لينا مع واحد مع سكوتي فهمتي كان هو اصلا واحد الشخص سبحان الله العظيم سكوتي سي احمد ما تيهضرش بزاف ويبغي يضحك حتى هو يسمع شي حاجه وهذا ولكن سكوتي اديش نقول لك الله يطول ليه في عمره الله يطول ليه في العمر هو وكاع الناس اللي باقين على قيد الحياه واللي يلعبوا مع السي احمد فرنسا الله يطول العمر لهذا الجيل ديال 76 تيشوف شي جيل هنايا اللي يقدر يجوج هذاك اللقب ديال 76 شي لقب الناس ضحات صراحه كانت وصيه ديال احمد العزاز الله يرحمه في العام اللي غيموت ضحات قال لك حنا كنتسناو داك لو تيتر متى غنجوجو قلتي راه كان واحد وقيته في داك هاد الشامبيون اللي كانت عندنا ديال لي زاماتور هنا ديال المحليين كان وقع لي مشكل في كومبلكس محمد 5 عقلتي ودرت هضرنا عليها كان درت مشكل كبير هذا هو يعني هذاك الانسان انا بالنسبه لي خصو تكون عنده واحد لاكارت ماشي غير هو واحد عدد كبير معززين المكرمين يدخلوا لاي ملعب يدخلوا ليه حنا مؤخرا راه كنا في لافيدراسيون ودارو لنا واحد الكارطة ودارو لنا في لاسيزون زعما راك ما راك عليك عندك فهمتي اش بنقول لك بحال لعبتي عام هذيك دابا راه عندي في الدار كنشوف فيها واخا انا ما كنهزهاش حيت الحمد لله اللهم لك الحمد لله الناس باقيين عاقلين علينا وبقينا في هذا الميدان ديال الاعلام وفي الرياضه باش الناس باقي شويه انا كنخمم الناس اللي مساكن ما اللي ما دازوش في الاعلام الوجه ديالو ما كتقدرش تعرفو فوالا الله يرضي عليك هو عطى الرياضه شيء كثير ولكن مسكين بقى مخبي دير لي كارطه ديال عام شنو هي زعما مالي انا المهم نفكرك نفكرك في واحد الذكرى اخرى فخر الدين باش ما تبقاش باش الجانب السلبي شويه لا ما كندوش على السلبي لا هاد الحوايج كيضروا عادي ما ندير شوف لا والله ما شوف انا كنقول دبر راسم ملي كيعطيك بنادم انسان يعطيك واحد لاكارت ديال سنه يعني بارك عليك دير لك فيها التاريخ هذه باش تولج بها الملاعب وداك الشيء كتسمى بحال في مثل هذا اليوم اللي حنا كنهضروا فيه الوداد جابت اللقب ديال كاس الكؤوس من غانا اييه 2002 مع اوسكار وحسن بن عبيشه ادجوان هذا المباراه تشاركت فيهم انا كمدرب من بعد كمل الماتش الاول كان مع سوناكوس السينغالي هنا في كازا 3-0 سبحان الله العظيم ربي كيبغي لي دائما نكون بعدا نكون مشارك مع الفرقه اللي بغيت نعطي ليكيب بريمير دات الكوب هي كان اوسكار كان حسن بن عبيشه ادجوان
كان رشيد طوسي ديريكتور تكنيك، كان فخر الدين رشيد كورديناتور ديال الفرق الصغرى، كان صالح موتي مدير ديال المدرسه، كان مركب بن جلون يغلي كيغلي والله ما كنتيها يغلي، كانت ليكيب بروميير ليكيب اسبوار ليكيب جونيور. بعدا هو الميزه الخاصه بهذاك المرحوم اللي هو اوسكار، تيموت على ليجون او ماشي على ليجون، تيموت على شي اطار لعب الكره، تيموت عليه ما تحيش ليه شي اسم في الكره ما يمكنش يقول لك ما يكونش حاضر. وانا نقول لك المعامله ديالو بالنسبه لي لا لي انا ولا حسن بن عبيشه ولا كاع الدراري لي زونسيان اللي كان هذا، وكانه كيتعامل مع الدودي، يعني كيفاش يعني سبحان الله العظيم كان عنده واحد التعامل. هذاك الخير بقى قال عليه غاموندي، دابا غاموندي ملي كيهضر مع رشيد وداك الشيء عزيز عليه وكيهضر هو غاموندي، ما كنظنش كان في لو تيتر، لا ما كانش لا ما كانش، ولكن كنقول لك الوقيته اللي عيط عليه اوسكار، من جابوا اوسكار ك ك بريباراتور فيزيك دخلت هو في هذا المنظومه، وبقات عنده علاقه معنا كاملين. دابا هو خدم معنا في ديك الوقيته وكان ديك الساعه بالشعر اللي عقلتي عليه وهذا، وعزيز عليه دابا رشيد وكيهضر هو وياه مع اللغه تقريبا حتى هو ديال سميتو. غير مزيان شي حاجه ذكرتينا بشي حاجه اللي هي كان داك الشيء جو عائلي، كثير جو عائلي كان التاريخ يا التاريخ. هو ما عندك ما دير، كان طلحه وابرامي واحد عدد كبير من اللاعبين دابا دراماتش ديال الجرموني الدراري تبارك الله كانوا الدراري. فتحيه لكل فريق مغربي فاز بشي كاس افريقيه في هذيك الظروف في هذاك الوقت في الادغال. تحيه للوداد والرجاء والكوكب الفرق اللي هما اللي حقوا القاب. اليوم بغيت نبدا معك على غير العاده، قبل ما ندخلوا للبطوله نبداو بالدوزيام ديفيزيون، وكنا البارح هضرنا على الاحتجاجات ديال على التحكيم. الفريق اللي خرج لها مباشره ودار احتجاج على التحكيم هو فريق شباب السوالم. السوالم قريت هذاك داك البلاغ، شي واحد كاع باغي يطالبوا لنا الورقه الحمراء، قال لك ما كيستحقهاش. حنا معنا مباشره رئيس فريق شباب السوالم السي بوشعيب بن الشيخ. السي بوشعيب بن الشيخ مرحبا. مرحبا الاخ منير، مرحبا فخر الدين استاذ فخر الدين رجحي ومستمعين ومستمعات شباب. الله يكثر خيرك خويا بارك الله فيك. فخر الدين انا كنتفرج في التيران في الحقبه ديالك. انا رجاوي انا رجاوي كندخل كنتفرج في الديربي يا ما الزاكي يا ما العشاء يا ما الصويب يا ما الفناني يا ما الفاصيلي يا ما مجيد بويبوت. راه بلا ما نقول لك تقول كان معايا الورد راه كتشدها في الهضروات راه كتبقى في قفايده فكريه. لا لا بالعكس والله ما كاين شي حاجه. وانت دابا كتشوف سعادة الرئيس، انت كتقول على شي حاجه اللي هي كاينه اللي الله يرضي عليك اللي ماشي اللي كاينه اللي التاريخ متقى. انا باش ديري باش نتفرج كره هو هذاك. ايوا فاسيلي عرفتك 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 تهضر على واحد سعيد زموري قبل زموري حتى هو كان قبل، وحنا لعبنا مع اربعه ديال لجنه الناس الحمد لله هما هادو. الله يعطيك صحتك الله يكثر خيرك بارك الله فيك. سي بوشعيب الشيخ، انتوما الفريق الوحيد مع اول دوره كنا حنا كنقولوا بانه المشاكل ديال التحكيم كتكون غير في دوك الدورات اللي صعيبه ديك 23 24 اللي كيكون فيها الصراع ديال الطيوح وديال لامونتي وداك الشيء. انتوما مع الدوره الاولى خرجتوا ببلاغ طويل عريض فيه الحالات، قلتوا راكم متقين هذوك اللقطات، يعني اش يمكن لك تقول لنا على المباراه ديالكم مع استاد سي بوشعيب؟ المباراه ديالنا اخ منير كانت عرفت يعني واحد الاحداث اللي انا صراحه ما كانش شي حاجه عاديه، ما نحتجوا ما والو نخليو الامور شي عاديه، ولكن راك تعرف واحد القضيه سي منير، انا اول من يلام على الصعيد الوطني علاش ما طلعتيش مثلا ياك علاش ما طلعتيش. هادشي كنعيشوه كل سنه في المباراه ديال نهار السبت. انا خرجت بواحد التصريح اعلامي وقلت ماذا بيا تعيط لي الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ودوزني في لجنه الاخلاقيات الى احتجاج بدون سبب. الخطير بالامر ان الحكم اللي كان حاكم المباراه ديال شباب السوالم الرياضي مع الاستاد المغربي دار شي حوايج التي لا تمت للكره بصله، وما غاداش في نفس النهج اللي غادا فيه الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، يعني تطور الكره كيفاش غنطوروا الكره وكيفاش نقول لك نبدا لك باش. تفضل تفضل. هذا الحكم دخل كيف دخلنا بدا كيعطي في الصفرات ماشي مشكل، قلنا يمكن الطريقه ديالو ما عندناش مشكل كيعطينا حنا في الصفرات ماشي مشكل خليناه. لاعبين ماركينا في الاخر ديال بريمير ميطو ثلاث ميطو ما كناش حنا في نهارنا في بريمير ميطو. اييه دوز ميطو سي الحامر دار واحد التغيير تكتيكي ماشي بدل اللعب، لعب بدل غير بوست من الدقيقه الاولى ديال دوز ميطو الدقيقه 10 استاد ماروكا ما بقاوش التيران. عرفنا المدرب هنا الحكم صعب عليه الماتش، لان الحكم بهذا اللفظ كيقول اللعابه ديال الاستاد ماروكان لعبوا كونوا رجال بس فرحوا الرئيس ديالكم كيتفرج بكم. هذه ما عنديش عليها دليل كيقولوا اللعابه ديالي، ولكن عندي دليل وهو ان اللاعب ديالنا حنا غادي امين المسن غادي مع السي قديوي
في ديال راه كاين الفيديو غنصيفط لكم دابا في ديال عادي خداروا الكره عاديه 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 صفرتي عطيتي حمراء قلنا ما كاينش لمسن عطى لمسن حمراء ما كاينش الا تصاوب غير الصوت انا نتوقف مدى الحياه هذه الاولى ما نهضروش عادي خلي هذه هي عندنا فيديو ديالها خليها لاكسيون اللي غيت ماركا فيها البيت ديال صاد ماروكان فاتاك البار ديريير ما عطى عليه والو وتلعبت كره جات بلاريت ديال صاد ماروكان لعاب ديال صاد ماروكان كيضرب اللعاب ديال النب على طريقه مايك تايزون كروشي دروا لوجهه طيحو وهذه في فيديو شي منطق فيديو وكتجي انت الحكم قدامه كتشوفو ضربو بكروشي كروشي صحيح ماشي زعما مخبي ولا وكتقول للعاب ديالنا نوط ولا غنعطيك صفره هذا كنقول لك السي مونير كنتحمل المسؤوليه ديالي امام الجامعه وامام الاخلاقيات ويطبق في حقي القانون اللي بغاو وراه هاد اللقطات اللي كتهضر عليهم دابا حنا غير كنستمعوا بصوتك وانتم راه كتبتوهم في داك البلاغ اللي حنا كتبناهم في فيديو وحطيناه البلاغ صيفطناه نهار لحد الاتحاد قاف والجامعه في الايميل ديالهم واليوم حطيناه مرفق بقرص مدمج في هاد الحالات جاوبكم شي واحد سي بن الشيخ باقي ما جاوبناش كنتسناو يجاوبونا ويستدعيونا ويستدعيو معنا هاد الحكم هذا لان علاش السي مونير علاش حنا اليوم كنبريباريو 3 مواد وحنا كنبريباريو وخاسرين الفلوس مخلصين العارف يعني كل شيء بعدنا اللي تيجي في الجامعه ما عندنا والو خدامين بما يرضي الله بما يرضي الله باش تجي انت حكم في ساعه ونص دير داك اللي بغيتي وحنا ما حنا ما خصناش احنا لاعبين في مروكان ما خصوش حكم الحكم اللي يجي من الهوا زعما ما خصوش حكم الحكم الهوا دابا اللي كاين دابا السي بوشعيب بن الشيخ انت راك عارف هنايا حنايا كنتكلموا على مباريات ديال البطوله صحيح البريمير ديفيزيون دي ان كتكون مباريات متلفزه كنشوفوا الاخطاء كلها الا كان شي اخطاء ديال التحكيم بالنسبه للقسم الثاني ما كنقدروش نعطيو شي راي في لقطه ولا شي حاجه لان اول حاجه المباريات ما غير متلفزه ما كتكونش دايزه كاين يلا اللقطات اللي كياخذوا لي زيكيب هما بدوك بلي فيديو بالوسائل الخاصه ديالهم فكيصعب عندنا انه دابا هذا الكلام اللي قلتي نتايا هو تحت المسؤوليه ديالك سو كونترول بطبيعه الحال حنا كنتكلموا على اساس انك انت رئيس واحد الفريق كيهضر على ما يسمى بالظلم التحكيمي اللي تعرض ليه نعم انا كنشكركم على الحياه ديالكم حيت دوزتونا امال الصحوه ديال الكلام كله كنتحمل المسؤوليه بوحدو انا هادشي اللي كاين السي باش اتحمل مسؤوليه ما اقول والذي يدعي على ما اقول صافي وما على الجامعه ما على الجامعه يعني الطرف المرسل اليه الا انه يجاوبكم الا انه جاوبنا واستدعينا واستدعى الحكم كيف تعهد رئيس الجامعه واحد الوقت فوزي القجاع امام الناس اللي كانوا حاضرين في واحد السي شاين الجامعه كنت انا السي شاين قول لي واش باش توصلوا لهاد يعني كي كنقولوا لها بالطريقه هذه ولا الظلم ولا حنا واخا حنا دابا حنا خدينا من عندك انت لان مازال خصنا كاع الاطراف ولكن حنا انت راك على حساب الكلام ديالك تتبان انك راك مظلوم ما عليناش واش هذا عنده ديجا كان عنده معكم شي حاجه هذا الحكم ضروري عندهم انا دائما المباريات ديالنا دائما كيكون هكا لا وبلاتي ودابا هادشي غادي يبدا من اول سنه لا شو سي فخرتني نقول لك واحد القضيه نعم سيلو ما كانش وثق لهذاك الشيء اللي دار والله ما نهضروا لا انا عرفتك شوف حنا ما يمكنش انتم غادي شوف كون كان غلط اللي هو شوف غلط من الاغلاط اللي كيوقعوا ديال التحكيم انا عارفكم الشباب السؤال ما يهضرش نوي غتسمح لي غنقاطع نقول لك ما مشكل انا تين مو تقهرت بهذا الشيء غنرتكب واحد التهور كبير عرفت اش غندير الحمد لله اللي ما نقول لهم خرجوا اللي ما غلطتش لا ما يمكنش كانوا معي الاخوان المكتب قال لي السيد الرئيس واش حنا كاين من خرجوا شوف انا عا كنقول لك انا النصيحه دابا اللي انت راه يمكن تحسن انت في واحد البوزيسيون النصيحه اللي غادي تقدر اللي نقدر انا نقول لك هو انه ديمومو دابا انتم اللي حطيتوا المسائل في اول مباراه مزيان على الاقل غير خصو يكون شي استماع من كلا الطرفين منكم انتم ومن يكون جواب بعدا فوالا لان رئيس الجامعه راك عقلتي راك انت في هذا اللقاء السي بن الشيخ وحتى وتعهد ان اي فريق راسل المديريه او الجامعه مركزيه للتحكيم خاصو يتلقى الجواب تسناو جواب خاصنا نلقاو جواب وخاصنا يستعملونا كاينه بصح هو كيتحملوا مسؤوليته تيقول لك انا مستعد نخلص ونتعاقب وندير لك انت غلط نتعاقب اكثر عقوبات صافي الا ما صاش الحكم ديالك حنا نستغلوا المناسبه اللي انت معنا السي بوشعيب بن الشيخ ونسولوا هذه المره السؤال في بدايه البطوله كنا ديما كنسولوا على شباب السوالم دائما يا اما كتكون انت مع المنابر الاعلاميه ولا سير دوال الحمر كنسولوا على شنو الاهداف ديال شباب السوالم في كل بطوله وكل شيء انتو كتعطيونا هذاك الجواب ديال اودي راه الصعود هو مشروع مدينه وخصكم بزاف ديال الجهود كتضافر دابا في بدايه هذه البطوله اللي سولناك على شنو بغيتو من هذه البطولات القسم الثاني السي بن الشيخ هذا العام دابا بغينا الحكام يكونوا معنا مزيانين صافي بقينا بغينا لا شنو الهدف ديالكم هما الحكام غيكونوا مزيانين ما بقينا بغينا والو شنو بهذه الطريقه هذه
كنا دابا انتم السي شعيب شاك فوا كتكونوا الاولين الثانيين كتبقاو غاديين واش ما معولين زعما صافي انتم ما كاينش هاد النيه. لا بالعكس عندنا هاد النيه. واشنو عندنا هاد النيه؟ حنا خدامين بواحد البرنامج راه شتي المدرب. لا لا ماشي مشكل دابا انتم ديجا محافظين على الحمار مزيان. علاش؟ لانه هذا راه برنامج ديالو انه الحمار شنو العام اللي غادي نوصلوا فيه للبريمير ديفيزيون ان شاء الله. اليوم كنت في اجتماع مع السيد رئيس الجامعه ديالنا باش ناخذ معاه التيتر باش ندير الجامعه باش نستافدوا من ذاك لو سونتر دو فورماسيون اللي غيدير دابا الجامعه في الكوره. عرفتها. واحد لو سونتر دو فورماسيون دابا حنا محظوظين في مدينه حد السوان باقي عندنا الوعاء العقاري باقي عندنا الارض. عندكم كاين تبارك الله التيسع. دابا الجامعه قريبه ما بين 7 هكتارات و10. حنا عندنا ارض فيها 11 هكتار وسط المدينه يعني غادي سونتر دو فورماسيون اللي غيشكل واحد الطفره نوعيه على صعيد الجهه ماشي غير صعيد حد السوالم ولا اقليم برشلونه. هذا ملي غادي يكون توابين يدينا واللي مهم فيه وزوين فيه هو انه الا جبتي الارض في دي زوين واحد تاخذ سونتر كليوم السوارت في ديك ديال سونتر فورماسيون. ان شاء الله. التيران حنا خدامين فيه يعني حنا بغينا اون باراليل سيد خردين كنوجدوا فريق اللي تحت الفروق ديال دوزيام ديفيزيون. غتامن بانه راه ماشي غريب على السوالم غيطلعوا. في ذاك العام كيفاش دوزناه؟ دوزتوه ولكن تا الاخر وما عندكش ما دير ما حنا ما كنهضروا يعني انا كنت كنعرف هذه القضيه تنقولها لهم انا من الناس اللي كنت كنقول لهم ما تعولوش واخا كانوا كيرشحوكم الناس انا تنقول لهم لا شو ما نقدروش تبقى الدين عرفت لك كيف نقول لك انا ماشي زعما غادي نبقى نتهم تحكيم لا 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 هذا داك الشيء ديالكم انتوما عندنا حكام المغرب اقسم بالله الا فخر الكره المغربيه عرفتها نحسبهم لك نحسبهم من جيد من جعفارين من بوسليم من كشاف من جلال جيد كل ولكن بعض المرات كيوقعوا بعض الاخطاء يحطموك انا قلت الاخوان كيمشي بحالي راه غادي نبقى تنموت 19 طونسيون 19 لانه نخسر بالكره ما عنديش بشويه عليك ولكن لا بحال ما كذا انت ضربه جزاء هي في الفيديو بغيت الجميع يشوفوها في الفيديو قداشنا هي ما تعطيهاش حنا سي بن الشيخ غير الله يجازيك بخير الا جاوبوكم الناس ديال الجامعه الا ما قولوا لنا راه جاوبونا سيمونيه اون فوا يجاوبونا غادي يجاوبوكم حنا صيفطنا حيت بغيت انا هاد الامنيه تحقق لي والله العظيم ما حدنا باقيين في الحياه بغينا شي نهار الجامعه تجاوب شي كلوب ولا شي وبغيت انا التحقيق في هذا الملف ديال الحكام بالذات باش نعرف واش هذا الرئيس ديال السوالم كل عام كيحتاج هكاك ولا كاينه شي حاجه ولا كان كيحتاج هكاك خاص تطبق في حقه العقوبات صارمه اللي ما الرجل مابقاش يحل فمه باش يعرفوا الناس. المهم حنا استمعنا لك السي بوشعيب بن الشيخ شكرا لك على التواصل ديالك وان شاء الله نتمناو كما تكون على الوعد ديالك نهار تجاوبكم الجامعه باي جواب ردا على المراسله ديالكم خبرونا نهار الجامعه كنحضر في البلاطو معاك وانت السي خديت واحد الشيخ ونهضروا مرحبا السي بوشعيب بن الشيخ رئيس فريق شباب السوالم الرياضي تحياتنا لك. نذكر مستمعينا الكرام بانه في هذه الاثناء كتقام ثلاثه ديال المباريات في القسم الثاني الدوره الثانيه الوداد الفاسي مع اولمبيك خريبكا الاستاد المغربي مع شباب نكرير والاتحاد البيضاوي الطاس اللي رجع للعربي الزاولي. اونفان وشباب الطاس خنيفرة. خسر الجمهور. ويوسف المريني اللي كان مع الطاس العام اللي فات راه هو اللي جا دابا لعبد الدار. ولكن اول هدف في العربي الزاولي ما ماركاتوش الطاس ماركاه اللاعب منصف الشراشم ديال شباب الطاس خنيفرة. خنيفرة كيديروا دي بون ريزولتا. لعبتي ضد الطاس في العربي الزاولي؟ اها والله وديو. كي كانت الصعود ديالهم؟ كي كانت مزيان والومبيونس تبارك الله وديك الساعة مع افيلال. مع افيلال الله يرحمه. جاب لعابة وهذا وجمهور تبارك الله واحد 20,000 ولا 25,000 كانت في المركب. والله. اش غنقول لك منير انا الحمد لله تنفرحوا لانه سبق لينا كنلعبوا مع دي جينيراسيون كتكون فرحان بعد على الاقل هذاك الملعب اي واحد يتشهي يلعب فيه وحتى المباريات الدوليه للمنتخب والانديه لعبت فيه تمام المنتخب مع وارنر ماتش اميكال ولا كنت عميد الفريق تما كان معنا عموته والدميعي ودودي ماتش اميكال فرقه من روسيا لا فرقه من روسيا ماتش اميكال ماتش اميكال حيت كان حتى واحد الماتش اللي عقلت عليه فرقه من روسيا ما عطاتش ديك الفرقه كانت فرقه مجهده كنتو كتبريباريو لا كوب دافريك ديك الساعه 92 ايوا ملعب العربي الزاولي اللي كان دائما بديل الانديه ديال الدار البيضاء الوداد والرجاء في الوقت اللي كيكون مركب محمد الخامس راه غير كما كتقول حي محمدي زاخر بالنجوم وباللاعبين وخصوش هو بعدا هو بحالو بحال البرنوسي منجم حتى هو ديال اللاعبين ما يضربوش الشيطان منجم لا ودابا ملي تعاود التيران الحمد لله وداك الشيء ما تنظنش ايوا نقولوا مباركم سعوده فخر الدين واخيرا اللجنه المركزيه للتحكيم والمديريه كيعلنوا على التعيينات ديال الدوره الثانيه في السيت اوفيسيال ديال لا فيدراسيون لا
هذا الشيء العادي اللي خص يديروه ماشي قلت ليها قلت ليها اش كنتسناو قلت لكم يمكن عاد الدوره الاولى تسنى ايوا وما كيموش ثاني على سيدي على التعيينات وحتى حنا مع دوك التعيينات شدينا ورقه والسيلو كنشوفوا كيفاش كنشوفوا شي ملاحظات كاين بزاف ديال الملاحظات هنايا مزيان مشكورين سيدي ملي عطيتونا التعيينات ولكن راه كاين بزاف ما يتقال طبيعة الحال شويه ديال الاجتهاد وتعاون كذلك حتى مع سي محمد الموجه الله يجازيه بخير كاين بزاف الملاحظات نقراهم عليك كاين واحد الحكم اللي هو ياسين بوسليم هو اللي دار الماتش ديال الفتح والرجاء اليوم او هذا الاسبوع هذا معين كحكم رابع في الدوزيام ديفيزيون معينش بريمير ديفيزيون كاع كاع واش شي توقيف واش دار شي حاجه واش الله كاين الضيق ديال 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 ليفيكتيف ديال ليفيكتيف والمباريات كاين بحال مثلا هشام يتعبو اللي كاين مساعد ديال الفار في المباراه اللي كتقام حاليا بين نهضه بركان والماس هو في بركان اليوم غدا غيكون برشيد اوفيسيان مساعد لهشام بالبصر ايوا شويه مساعد راه كتقول شويه وكاين كاينه رحله في قدي اه هو الرحله هي ولكن اوروزو مساعد وكاين واحد الحكم اخر هو في بركان اليوم وغدا غيكون في طنجه اوفيسيان اه صعيب هذا من بركان بغيت نلقى لها شي 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 تفسير ما لقيتش علاش لانه كاينين حكام اذا شفتي الطابلو ديال بريمير دوزيام ديفيزيون كاين شي حكام اللي في ظرف خمس ايام عندهم اربعه ديال التعيينات وكاين شي حكام اللي سميتهم ما بقاوش عاطلين لحد الساعة نتساءل علاش ما تمش الاستعانة بهم الوقت مزيرة دابا فوالا دي مومون اللي كاينين دي ماتش وكور دو سيمين مزيان هاد الزحامة في خر الدين عطانا واحد القضية اللي شحال هادي ما شفناهاش كنتي كتدخل لواحد المباراة كتقول ثلاثي التحكيم من عصبة الدار البيضاء حكم الوسط حكم مساعد الأول مساعد الثاني دابا كاين دابا ولاو الثلاثيات الهجينة كل واحد حكم من عصبة مساعد الأول من عصبة المساعد الثالث من عصبة دليل المباراة ديال طنجة اللي غتكون ديال اتحاد طنجة فيها طاقم ديال التحكيم ثلاثة اللي الوسط وجوج ديال الفار من خمسة العصاب مختلفة أنا بالي هذه شوية تكون هذه راه مزيانة أنا كنشوفها مزيانة يمكنها تساعد بزاف تخلي بالناو حتى واحد في هادو ما فهمتي ثلاثة ديال العناصر كل واحد من قنت من قنت وكل واحد غادي يشتغل على المقدور كيف داكشي اللي عطاه الله اللي كيتوفر عليه بمعنى خمسة ديال الرحلات حيت وراه دابا المشكلة اللي كاينة منير هو بعض المرات راه ما عرفت انا بعد هذا الاسبوع ما كانوش هناك اغلاط كثيره لا انا تبعت المباريات الحكام كاع اللي كانوا التدخلات ديالهم كانت المباراه ديال نهضه بركانو نهضه الزمامره كان شوف نهضه بركانو الزمامره هضرتي على هذاك ضربه جزاء ثم كنتي ناقشتي الرجاء ضربه جزاء ديال الفاتح ولكن كيبقاو شي حاجه اللي ما كانتش يعني ما كانتش مؤثره الله يرضي عليك ما كانتش مؤثره هنا اللي غادي نقول لك بانه على الاقل هذا الاسبوع هذا تبعنا التدخلات ديال الحكام كانت كلها في محلها وحتى ذاك الفار اللي كنا تكلمنا عليه لا داعي على ندو شي حاجه اللي هي بسيطه حنا اللي بغينا الاداه المساعده راه دارت على اساس تاخذ واحد القرار باش انت الدم ديالك تتحيد عليك ذاك فهمتي شنو كمونير دي مومون لي لاكسيون تلعبات فراكسيون سكوند حنا كمتتبعين الشاشه كنشوفوها لان كتعاود قدامنا وتناقشوها وتنقولوا وي كاين هادي كاين هادي ولكن هو بالنسبه لي كوسط حكم الوسط كتصعب عليه الامور فنذكر بانه بسرعه كاين هنا غير بسرعه باش ندير واحد الجوله على يعني الطاقم الاطقم ديال التحكيم اللي كاينه في هاد الدوره نهضه بركان المغرب فاسي الحكم ديال الوسط كريم سمير صبري جلال جيد ولا غيدير الجيش الملكي المغرب التطواني شباب محمديه ونهضه الزمامره عبد العزيز المسلك الدفاع الجديد الوداد محمد نحيح يوسفيه برشيد الحسنيه جمال بالبصري اتحاد طنجه اولمبيك اسفي حمزه الفارق المولود ديال وجديه الفتح الرباطي عادل الزراق ثم نبيل برقيه ولا غيدير الرجاء البيضاء كي غينهزم فيها منير مالغري بانه ستان دوزيام ماتش نقدر نبغي ندرك ونقول لك باقي الوقت لا في هذه الوقيته بالضبط صعيب عليهم بجوج اللي نهزم غيبدا العد العكسي ديال ما عندي ما نتسالك ديال الكرسي ديال ماشي ديال الكرسي من غير ديال الكرسي كيفاش غادي تبدا تهيئ هذاك سميتو بالنسبه لتطوان اكثر كيلعب خارج الميدان ولكن هزيمه ثانيه اش كنقول لك انا بالنسبه لتطوان اكثر خارج الميدان وغادي يبدا يقلب عاوتاني كيفاش يجيب ذاك المورال وكيفاش وما عندكش الوقت عندك خمس ايام وخارج على الارض ديالك انت محتاج اللاعبين ديالك يكونوا موجودين اتونسيون راه هاد لي ماتش هضرت معك هاد لي ماتش غادي تلعبوا في الاسبوع ديال ثلاثه وجوج وهادي راه الا ما عندكش ليفيكتيف قوي راه ما تقدرش تسير البطوله الجيش الملكي تبعت انا بزاف ديال الصفحات ديال المحبين والاراء ديال الجيش الملكي
خارجين كلشي تقريبا لواحد الاتفاق واحد شبه اجماع بحال كيقولوا لطالب راه هذا العام ما مقنعناش لا المركز السادس لا الخامس. ايوا هادي قالوها لا ما تقول لنا راه قالوها منير قالوها راه قالوها ذاك العام قالوها ذاك العام زاد ذاك العام راه قال لك لا شوف صابرين ماشي كلهم ماشي كلهم الجمهور تجيش راه كتلقى بعض المرات شي وحدين تيقول لك دابا هذا العام كي قلت لي انت منير بالضبط ما بقاوش قابلين على انه تقول لهم بلاتي شنو بلاتي ما بقاش اي ما غادي تجيب لعابه مجربين تلعب على انت شي حاجه شي خاص شوف خاص لي فار يرجعوا فين كانوا صافي المكانه ديالهم شوف بالمسؤولين ديالهم داكشي اللي كيتوفروا عليه خاصهم يكونوا في المكانه ديالهم. نهايه الشوط الاول بين نهضه بركان والمغرب الفاسي صفر ليميت ليه. الجيش الملكي كيبان لي عليه ضغط في المباراه ديال اليوم غادي يستقبل فريق المغرب التطواني اللي عليه حتى هو ضغط على من على من الضغط ثقيل الجيش ولا على الجيش على لي فار بزاف كاع ضغط على فريق الجيش الملكي في المباراه ديالو امام المغرب التطواني يمكن التطوان تعاونوا مع ديك القضيه لانهم بحال راهما اذا كانوا يلعبوا مركمو لي عبد الله في الرباط الله يرضيه عليك بقى لا من غير بقاو في الرباط هذه اللي شويه تساعدوا بينهم ديجا عندهم لي روبير على عندهم لي روبير كيقولوا بحال راه لاعبين هذا هو التيران ديالنا حتى الزباب راه وقع لهم نفس المشكل حتى هما داكشي اللي غادي يكون المحمديه فوالا المباراه الاخرى ديال الشباب المحمديه ونهضه الزمامره شباب المحمديه هذه فرصه بدا البطوله ثلاثه النقاط فرصه للشباب المحمديه يكروزي لي كار لانه فرصه ثمينه بالنسبه للشباب الا بغى ياكد الفوز ديالو على تطوان خصو ينتصر في هذه المباراه هذه لانه قد ما كتنتصر قد ما كتجمع النقيطات كديرهم في جيبك قد ما كتكون مرتاح نديرو حنا الاحتمالات بجوج شباب محمديه الا دا 6 ديال النقاط مزيان عليه مزيان على راسو مزيانه بزاف مورالمون لي جوور مورالمون الستاف تكنيك مورالمون لي ديريجون اتونسيون بعد ما تصعدتي من القسم الوطني الثاني كان هناك لو دوت واش شباب محمديه يقدر يبان بمظهر جيد الى قدر ينتصر في هذه المباراه ديال اليوم مزيان عليه سي بوان يديرها في جيبو كيف كنقول لك انا لانه مقبلين على مباريات غتكون صعيبه وصعيبه بزاف نشاركوا معنا في النقاش ناخذ معنا السي الحبيب من اكادير السي الحبيب قطع الخط على الحبيب من اكادير نذكر بالارقام الهاتفيه 0522 36 10 36 0522 36 05 36 شباب المحمديه قلنا انه الا زاد 3 ديال النقاط غادي ويعلن على راسه انه راه مرشح للبطوله كيف صرح امين بن هاشم هذاك النهار كيف جاك التصريح ديال امين بن هاشم اللي قال بانه الفريق احنا غنلعبوا على البطوله واش تصريح متسرع في محله واش بان لك مزيان يقول انا على البطوله مزيان ما كاينش ضغط هنا لا هو مزيان الا قالها الا قالها راه كيبين من الاول بانه راه حنا فريق اللي ما طالعينش باش نقلبوا على البنتيان اول مره كنشوف فرقه لنا صاعده من القسم الوطني الثاني وغادي تلعب على البطوله شيء ايجابي مزيان قالها وقادر عليها مزيان قالها وباغي يفاجئ بها يعني الانديه الاخرى والمدرب والاخرين هذا الشكل ولكن هذا كيبان لي باتفاق مع الرئيس حيت انا كمدرب ما يمكنش نجي بدون مكتب موسي نجي نعلن نقول لك انا راه غنلعب على الصعود هذا كيكون مفروض عليك من طرف اذا كان المكتب موسي جلس معاك وقال لك حنا بهذا ليفيكتيف اللي عندنا حنا راه حنا شاريين لعابه ودايرين علاش لا ما نلعبوش على بطوله مزيان سي بيان وما كتحطش الضغط على اللعابه ديالك ما نحط على حتى واحد انا لاعب على بطوله ما اش قلت قلت كلمه مزيانه انا لاعب على بطوله اش كيخصك انت دير تلعب البطوله هذا الضغط فين هو فهاد لي ماتش اللي كتشوف فين هو الضغط انا نزيد نقربها شويه كل فريق عنده مثلا ديك المرجعيه ديالو عنده داك الثوب ديالو اللي كتقول الوداد الرجاء وهذوك اللي عندهم اللعابه متعودين على هادشي كاين لا ضغط لا والو كتقول ليه بطوله اللعابه فرديا اللي عند المحمديه واش غيستوعبوا ولا غيستحملوها انك تحط عليهم الوزر ديال البطوله من الاول هذا غيبقى تشجيع من طرف الرئيس ومن طرف المدرب كيفاش كيشتغلوا مع هاد اللاعبين هو الفرق اللي كاين كيفاش كنتعامل انا وياك انا كنقول لك بان عندك موفر لك جميع الظروف ملي كنوفر لك جميع الظروف ما تلعب على البطوله ما عندي ما نساك انا موفر لك جميع ديال الظروف ما ناقصك حتى شي حاجه عكس بعض الانديه اللي كتكون ما مخلصاش وعندها مشاكل وعندها انا بالنسبه لي البطوله المغربيه قلتها شحال هذه في غياب هذا الجمهور وهذا جميع الفرق متكافئه حتى من ناحيه العرض انا كندوي معاك كنقول لك على داك الشيء اللي شفت انايا ذاك العام في النيفو ديال البطوله واللي شافوه معنا الناس ما كاينش هناك فرق
متقارب. لا ما كاينش فرق. وكنزيد ناكد لك نقولك في غياب هذاك الحضور الجماهيري اللي كان كيعطي واحد لو بلوس، وليتي كتلعب مباراه وكانك كتلعبها في مباراه تدريبيه. انا غنتكلم معك على هذه القضيه ديال الجمهور، لانه فعلا من بين الملاحظات اللي جاتني في المباريات ديال هاد الدوره الاولى. ناخذ معنا حميد من السمارة. اهلا، تحيه السي حميد من السمارة. وعليكم السلام ورحمه الله. السي حميد كيدير مع الصحه بخير؟ لاباس. الله يحفظك السي حميد، بارك الله فيك. الضيف ديالك السي فخر الدين. مو الدار، ماشي الضيف، مو الدار حق. اي السبعه، انا كنعقل عليها بالسبعه. السبعه علينا الشده، راه كيتم غادي ما كاينش. كيدير لاباس عليك؟ الله يسلمك خويا. مرحبا بك. كيدير السماره؟ الله فيك. السماره الجو معتدل. ايوا مزيان ستي، مزيان الحمد لله. اللهم لك. نتكلم معها بخصوص. نعم. المهم انا من المتتبعين والمحب ديال الوداد. مرحبا بك. مرحبا بك. ولكن كيبان لي انا واحد المساله من خلال، ماشي من خلال الدوره الاولى ما يمكنش نحكموا على البطوله، ولكن عندي واحد المساله انا كيبان لي الفرق اللي حافظت على الثوابت ديالها. اييه. غتقول الكلمه ديالها. عندك الفتح الرباطي. زيد. وعندك نهضه بركان. اها. هادو من الفرق اللي غادي يكون الرجاء مازال خاصها. خاصها بزاف. هادشي اللي هذا هو التدخل ديالي، وبالاضافه لذلك واحد الشهاده قالها السي فخر الدين. حق عبد الهادي السكيتيوي، هذاك متخصص في يعني في اشراك اللعابه الشبان. ماشي متخصص، ولكن كيعطي عنده كيعطي الثقه. المهم كيعطي الثقه للاعبين. كيثق في الدراري الصغار. كيثق في الدراري الصغار. وتبارك الله عليك السي رجحي، علاش؟ لانك كتحلل بواحد الواقعيه. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. وما كتحيز حتى شي واحد. لا ما عندنا، لاش غنتحيزو؟ لاش غنتحيز؟ الصراحه كتقولها. لا الحمد لله، ما تخافش، اللهم لك الحمد. داكشي اللي عطانا الله هو اللي غادي نبقاو غاديين به. الله يرحم الوالدين. الله يبارك فيك، الله يكثر خيرك. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. تحيه لك السي حميد. عرفتي ورا واحد النقطه تكلمت عليها انا ذاك النهار انا وياك، قلت لك اللي غادي يحافظ على تقريبا تاع الدراري هاد لي زيكيب اللي داروا لي حافظوا على ليفيكتيف تقريبا اللي ما صيفطوش بزاف. فوالا اللي ما صيفطوش بزاف هو غادي يعاونهم، وهو تبارك الله شار ليه هوايا. يمكن مع العلم يمكن هناك تحفظ حيت تحافظ على ليفيكتيف وي، ولكن خاص يكون عندك ان بلوس. لان بحال دابا بركان داخل لكوب دافريك كاس العرش، الرجاء لا ميم شوز، الوداد وهناك تحفظ بيضاوي. يعني هادو دي زيكيب اللي خاص يكون ان بلوس. حيت من غير الثلاثه اللي ذكرتي باقي الفرق راه عندها غير البطوله والكاس. فوالا يقدروا عندها موسم يسيروا معك. انت غادي الا دخلتي لاكوب دافريك غيولي عندك دي فواياج، وخاصك تبدا ودور المجموعات ودور. لا غتولي عندك دي فواياج، وبهذا النظام اللي دارت الجامعه واللي هي مشكوره عليه. نتمنى تبقى فيه. لا ما يمكنش، ما يمكنش، ما يمكنش يا ربي. لا عبلت يا منير، ما يمكنش. راه الا مشيتي انت غلطتي، الا غلطتي كتسمى صافي. ما يمكنش يا منير، يا اما كمحترفين وي ولا بلاش صافي. هادشي اللي كنتمنى. ابقى يا منير. نبقى معك في الماتش ديال شباب المحمديه ونهضه الزمامره. نقرا بعدا واحد التعليق والله العظيم. مرحبا. قال لي السي حملي الفؤاد، خويا منير واش هادشي اللي كنشوفه في المنابر الرياضيه صح الكره الوطنيه؟ كل من بروش كيروج، شي كينتقد، شي كيزكي، ولكن بكل حياديه كنرتاح الفخر الدين والسي منير كتهضروا بكل شفافيه. ودي شوف، غير نقول لك واحد القضيه. شوف حزم لي ذكر الاعلام الهضره هنا. الاعلام ماشي كيقول لك ها هي الحقيقه هنا، حيت الرياضه كره القدم راه ما فيهاش. هو شوف، هو كمتلقي. اييه. شكون هو السيد سميه؟ هذا السي حملي الفؤاد. السي حملي الفؤاد، تحيه لك. هو المتلقي عامه، خاص تعرف القضيه منير. المتلقي غنقولها بهذا الكلمه، المتلقي انت عندك كتشوف وكتسمع فيما كترتاح وكتختار وكتعرف بانه الوقيته اللي كاينه هناك مجامله كيف كيقول هو، وكاين هناك شي حاجه اللي هذيك راه كتعرفها. راه باينه. اذا انت ما كنظنش غادي تطول، كتقول حبس يعني ما نبقى سميتو. راه سي كوم سا، ما غاديش تلقى كل شيء. كله كيف كنقولوا حنا، كله عنده المنظور، كله عنده الرؤيه ديالو. ولك حريه الاختيار. لا، والاختيار فين غادي ترتاح انت وفين غادي. غير هو نتمنى انا، غير هو اللي غادي ينقل الخبر، غير تكون شويه ديال الشفافيه والامانه. والامانه
هو هادشي واقيلا اللي غيبغي ياكد عليه، راه الامانه شي حاجه. سمعت واحد المقطع جاني على الكلمه. اشنو هي الكلمه؟ قال لك هي حنا الكلمه شي حاجه مقدسه، مقدسه الكلمه، الكلمه الكلمه. غير باش نضيف حتى انايا، غير بالنسبه للمحبين ديال الفريق وهادشي كنعيشوه. ملي غنكون مثلا كنهضر على فريق اكس وكنقول بان راه الفريق اكس راه انهزم، ولا الفريق اكس ما كانش موفق، ولا راه كنهضر على داكشي اللي فرزاتو لنا المعطيات ديال الماتش. انت كدير كريتيك ديال الماتش، دونك انت كمتلقي ما خاصش تغلب عليك العاطفه وتقول بانه انا ملي كنقول هكاك اذا انت راك متحيز، ولا انت لا لا الحمد لله. الناس دابا الناس دابا وصلوا على انه الناس تبارك الله المتدخلين ولو كيتفرجوا تبارك الله ويحلوا معك المباريات وكيكون كل شيء، ما كاينش شي حاجه اللي هي مزيان يلعبوا على البطوله من حقهم يقولوها، ولكن بغيت انا بغيت انا التنافس يكون، ولكن البطوله ديالنا تربح حتى 10 المباريات الاولى راه ما كيعنيش انك مرشح. لا باقي حاجه اخرى اللي تخليني نخاف على المحمديه هي عندك يكون مشروعهم مبني على شخص حتى بحال اللي دازوا بحال مجموعه ديال بعض الفرق. صح، انا نتمنى ان هذا المشروع ديال شباب محمديه انا ما كيمشي بغيت وينجح. بدا بشخص، ولكن نتمنى ان نكون مشروع فريق ومشروع مدينه، مشروع وجو ناس، وجو ناس يجيو يطعموا هذاك الشخص، ما يبقاش مرتبط. فوالا الله يرضي عليك، شخص واحد يكونوا 20 و 30 واحد غتسالي من هذا وتمشي للاخر، نهار توقع شي حاجه يكونوا الناس كاينين، ما تعاودش محمديه تتغبر. غادي نتكلموا على باقي مازال في الماتش ديال شباب محمديه ونهضه الزمامره، ولكن غنتكلم هذه المره على نهضه الزمامره. تكلمنا على شباب محمديه، ولكن ناخذ معايا اولا بوشعيب من الدار البيضاء. سي بوشعيب مرحبا. نعم سيدي منير، تحياتي سي بوشعيب. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يبارك فيك بارك الله فيك. وسيدي فخر الدين الوحيد الصديق اللي كان كيديها حتى بالرايه وكيضربها بحال غيضربها بالمصيبه. واش واش الرايه حوت؟ لا 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 كيدير اخويا فخر الدين. الله يبارك الله ينجيكم. انا راه من الحي المحمدي اتحادي، وانا من الاتحاد المحمدي. واش دخلتينا ولا ما دخلش؟ ما دخلش داخل ولا ما دخلش؟ لا داخل ديما انا داخل. الله يرحم باك البطولة والله العظيم الا كتعجبني. لا واش واش انت واش اللي خسرتنا الرعد وتسمع غير باش راه سولك فخر الدين على واش دخلتي للتيران ولا كطلع من الصور دابا؟ لا لا والله الا كندخل لا دابا دابا لا ما داخل. علاش لا دابا سير طلع من الصور؟ لا ما يمكنش. لا كنعرفو كندوز عليه كندوز عليه الكرة تاع الصفر والازرق. شحال تعلقنا في ذاك الصور الله يسمح لنا. والحفرة والقيامة الكعلة. كيدير اخويا فخر الدين الله يكثر خيرك. الله يعاونكم والله البطولة مزيانة والصحافه كلهم تبارك الله مزيانين. الكره تغيرت عشريه، هل العشرانه هي هذه والا فلا؟ صافي مع البديه مع البديه صافي وقالت انت تغيرتي. لا والله ما مزير والله العظيم. ما دقيتي ديك البلا ديال كورونا؟ لا باقي بغا ندق انا من ولا دقيتي مع حاسق تهضر بحال هكا؟ لا لا قريب غير انا ويلي هادشي اللي بقى في عمري ان شاء الله يدوز ان شاء الله. الله يجيب الله يكتب لنا كتب الخير. الله يعطيك العافيه. شكرا تحياتي السي بشعيب. سي محمد باعو هاد الهضره اللي قلتيه على راه شوف راه من حق اي واحد يتصل يقول لك عجبتني البطوله عجباني البطوله بطوله مزيانه. هذاك الشيء شافه هو. انت الا كان عندك دي موان باش تشوف وتحلل داك الشيء قراءه ديالك راه شوف ما تتهمش الناس اخرين بهضره اخرى. لا غير واحد القضيه منير مع كامل احتراماتي لهذا السيد والناس كلهم انا ديما تنقولها كنحترم الراي وراء غير هو اللي كاين كاينين الناس اللي كيتفرجوك على حساب الشوفه ديالو تيعجبو الماتش راه هادي حتى في القهوه شي ملي كانوا المقاهي مفتوحين وكانوا المباريات كيداروا كان كاينو تصدع كاين اللي كيعجبو الماتش تيقول لي الاخر قلب بغيت نشوف انا الماتش ديال البطوله راه هكا كاين كل واحد عنده وكاين ياك حنا دابا شحال حنا كنهضروا على البطوله والمشاكل وداك المشاكل الهيكليه وداك الشيء كاين اللي شاف شي وحدين شافوا غداك الحفل ديال القرعه وداك الشيء واسمعتي ذاك النهار قال لك البطوله عجبنا الحال واحد مشكل. واحد فاش كان الفاصل كانت الاغنيه قال لك وصلتوا بركان وانتم تقطعوا انتم تحيدوا الصوت هنا بركان نهضرت بركان قال لك جينا نهضروا راه ما كاينش قول لي راه دابا مسكين انت هو ما عرفش شرح ليه ولا ملي كتكون ملي كتكون الاغنيه كيكون لا علاش بالضبط بركان لا ديجا باقي وصلنا لهذا الشيء الله يسامحك نرجع بك للشباب محمديه ونهضرت الزمامره هضرنا على الشباب محمديه يتمنى والمدرب على النوع على الاطماع ديالهم على الاهداف ديالهم نهضرت الزمامره اللي جا اللي ديجا انهزم داخل الميدان وشفتي الصورة ديالو كيفاش بان؟ ما عجبتنيش وغيلعب دابا مع شباب المحمدية. شباب المحمدية
نقولوا رقميا ان الاقرب للانتصار هو. نخلي لك واحد القضيه ما لقيتي نهضر معك باللغه ديال الكره. باللغه الكره بهذا الشيء اللي ظهر به زمان نهار السبت وبداك الشيء اللي ضربات به الشباب المحمديه اتونسيون الكره ما تحكمش عليها ما فيهاش ثقه. ما فيهاش ثقه تيبقى كيفاش غادي واش الزمامره غتستافد من الاخطاء اللي دارت في ديك المباراه او لا؟ حيت الزمامره كزمامره كيفاش سالات وكيفاش بدات كاين تغيير. كيفاش سالات البطوله؟ ما عندي ما نتسال. ديال العام اللي فات. كيفاش سالات البطوله ديال العام اللي فات 10 يعني الموسم اللي فات. ما عليناش كيفاش سالات الزمامره كيفاش انتصرت على بركان كيفاش دارت لي ماتش لداخل مع بزاف ديال الانديه واش ماشي هي اللي لعبات البار نهار السبت مع بركان. حيت الزمامره اللي لعبت مع بركان وربحتها باربعه ولا مع ثلاثه وما كان باقي 5-0 ماشي هي الزمامره اللي اذا واش الزمامره قادرين هما المدرب ديالهم يديروا تشكيله وحده اخرى ويعولوا على لاعبين اخرين اللي غادي يعطوا دم جديد للفرقه لانه شفتهم انايا مع بركان تعذبوا مزيان. انا غير السؤال اللي كنت اللي ما لقيتش شي واحد يجاوبني عليه ومازال كنطرحوه على المدرب على المدرب الشاب الاطار الوطني العالمي الاسماعيلي غير على لا ليسونس الا كان القانون كيفرض ان المدرب اللي غيتواجد في كرسي الاحتياط اللي غيقود الفريق عنده لا ليسونس ا فالعلوي الاسماعيلي ما عندوش لا ليسونس ا وغير مسجل في اللوائح ديال الدراري اللي غيكون تكون عندهم لا فورماسيون ديال لا ليسونس ا. فبغيت شي واحد يجاوبنا من جانب القانون كيفاش كتتم الامور فريق نهضه الزمامره. اما انا فمع ان الفرصه تعطى المدربين الشباب الاسماء جديده ما كاين حتى شي مشكل. ناخذ معنا السي محمد من كازا. السي محمد مرحبا. السلام عليكم خويا منير اوبري وكنحيي الاخ فخر الدين وكنحيي الاخ اللي تكلم معكم رئيس ديال ديال حد السؤال. مرحبا تفضل السي محمد. ندخل عندي جوج نقاط دغيا خويا دغيا ندوز معاهم. غير الله يجازيك بخير. انا كنخاف من عبد الله حيت كان ترينا بالوداد كان كيربح جوج مقابلات الوداد اكرم كان كيربح جوج مقابلات وكان سي محمد. سي محمد صافي 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 ما عرفتش سي محمد. حاول تجدد بنا الاتصال مره اخرى سي محمد انقطع الخط واش التغطيه عندك ماشي هي هذيك ما عرفتش سي محمد. حاول تجدد بنا الاتصال مره اخرى. تحيه لك سي محمد. نبقاو في نهضه الزمامره فخر الدين. نهضه الزمامره واش بان لك انت بالرغم ان كل مباراه عندها الواقع ديالها عندها الحقيقه ديالها واش بان لك من هذاك الشيء اللي شفتي في المباراه ديال نهضه بركان انه كاين فين ان الفريق يقدر يخرج شي حاجه اخرى؟ شوف على حساب اللاعبين اللي كتوفر عليهم المجموعة اللي عندك كتوفر عليها. علاش ملي هضرت ما كان على الزمامرة؟ الزمامرة شفتهم انا في الماتش ضد بركان انا بعيد على الفرقة وتنقول لك بانه واش كاين شي تغيير وخص يكون تغيير وصوف الفريق خص تعطي ان بلوس تعطي دم جديد للفرقة لانه لو نيفو اللي بانوا به لي جوار ديال الزمامرة ماشي هو اللي شفنا في الاول ملي سالات ولا عارف الاخر ديال البطوله الاخر البطوله وغتواجه واحد الفريق اللي هو اولا منتشي بانتصار متحمس عنده لاعبين في الميدان ديالو لاعب في هذا الميدان ماشي صعد فيه ودار فيه.